أنا لي. تمام. شو هنطلق المساء؟ طيب من وين اللي؟ ماشي. تمام، أنا بتصل فيك. رح ننطلق الليلة، اعملوا ترتيباتكم على هذا الأساس. بسرعة تحركوا! لسه صافنين شبكن! ولك امسكوها بسرعة! لك انت غبي ولك ما قدرت تخلي مرة معك؟ افتحي لشوف! افتحي ولك! لك افتحي الباب! الله يلعنك! عمل لك افتحي الباب! قوص عليه بسرعة! ما عم يفتح، هذا مرتبط بنظام حماية من جوا. لك قديش كن أغبياء! إيه ماشي، لإمتى حتضلي جوا ها؟ سيدي العميد، نحن لازمنا معلومات أكثر عن هاي البنت. سيدي، هي على الخط. مين؟ قالت إنها بيلجي توريفا. بيلجي توريفا على الخط هلأ؟ معك العميد توبراك؟ سيادة العميد، عم تسمعيني شي؟ العميد لكان. والله لندمك على الساعة اللي خلقتي فيها ولك! سيادة العميد، أنا ما عندي وقت كتير. أنا بفرجيك حسابك. والله لكرهك الساعة اللي خلقتي فيها، سمعانة؟ لا قولي شي يكسر الباب، بسرعة تحركوا! لك يلا! أنا بيلجي توريفا، كنت معلي منشان أنقذ إخواتي وجيبهم من الصين لهون. طيب بيلجي، اهدي اهدي، اتفقنا؟ أنت وينك هلأ؟ سيادة العميد، إخواتي طلعوا من الصين اليوم، وهن هلأ صاروا قراب من مدينة جورجيا. أنا بفرجيكي! بلك افتحي الباب! افتحي لك! افتحي! أنا رح نسيكي إخواتك! بيلجي! تنسي موضوع أخواتك! عم تفهمي علي؟ بتنسيهم! اللي بعت رجاله ورا اخواتي سيادة العميد، وهلا هن مع مجموعة من شرق تركستان. سيدي العميد، بيلجي قولي لي هلا انت بمكان آمن، خبريني. بيلجي انت بخير هلا؟ ردي علي. ما عندك وقت كتير، انا جاي لعندك ورح اقتلك هلا. سيادة العميد، لا تاكلي همي، بترجاكي لو سمحتي فكري بإخواتي. بيلجي، نحن عم نحاول نحدد مكانك هلأ. تمام، خليكي رايقة واهدي. سيادة العميد، أنا بذلت جهد كبير لأنقذهم، بترجاكي. سيادة العميد، لو سمحتي خلصي إخواتي، انقذيهم قبل ما رجالي يوصلونا ويقتلوهم. انقذيهم، هن هلأ بشرق تركستان. سيادة العميد، شرق تركستان، ما هيك؟
شو رأيك تموتي قبل أخواتك؟ ليلي شو رأيك ها؟ احكي. سيدي هذا الحقير وصله. بيلقى ردي علي، عم تسمعيني؟ بيلقى. الله يلعنهم، قطع الاتصال. لازم نعمل شيء سيدي. هلأ رح تشوفيهم لأخواتك بنار جهنم يا ست تارا. لا مو تارا، بيلقي، بيلقي توريفا. وجنود الأتراك رح ينقذوا أخواتي من بين إيدين رجالك يا لي، ورح يدفنوك أنت والكلاب تبعك عن قريب. ما عندك وقت كتير. الحق علي، أنا أعطيتك وش زيادة. لي، هاي فرصتنا الوحيدة لنطلع من هون. عن قريب الجنود رح يحددوا موقعنا، خلينا نستعملها كدرع. مثل العادة ما رح يضحوا بحياة حدا تركي، رح نستغلها لنطلع من أنقرة. للأسف معك حق اللي قلته. يلا جهزوا حالكم، بدنا نروح. أكيد لي رح يقتلها سيدي. إذا كان ذكي ما رح يقتلها لأنه بحاجتها. سيادتك، لي مانو متزن وهو تحت الضغط، ما رح يتصرف صح. سيدي، قدرنا نحدد موقعهم بأرياف أنقرة جنب أيمانة. بجوز يطلعوا من هنيك، رح نحاول نتعقبهم من الأقمار الصناعية وكاميرات المراقبة بالشوارع. تحركوا فوراً يا نقيب، رح نعطيكم الموقع بالضبط. فوراً، علم سيدي العميد.